ازيك يا علا؟ وبعدين احنا عايزين نبقى احنا عايزين مروان احنا انا وانت ايه؟ احنا فكك منه. انا خلاص شطبت على الصنف ده خالص، مش عايزه رجاله تانية تدخل حياتي، انا هركز مع عيالي وبس. لولو زوبا سي ار 7 طازه. اصلا ما بحبش الكور. نهار ابيض بوظتي الواد. السكند شانس بتكبر طبعا زي ما انتوا اكيد سامعين وعارفين وشايفين. حاج عابد تعيش انت. طب ومين اللي هيمسك الشغل مكانك؟ ان هو ناوي يصفي التركه ويبيع الارض وتبقى دي اخر شحنه. انا كريم عابد. هلا عبد الصبور ده اتراكتيف جدا بس ولا الهوى زق كمان. ده شغلكم يعني المفروض تفكروا في الموضوع. بجد انا مش عايزه، ماليش نفس، مفيش نفس. خد يا بطه موجوده ادي. طب ما تشاركنا. نعم وبعدين انت فاكر ان انا و انا علا علا ايوه يعني ممكن هنكون مثلا انا عايزه اركز مع نفسي بقى خلاص كفايه كده. معلش ولا عمره هيبقى وقت ساره. بقول نخرج من كاميرا شويه. انت يا ناديه يطلع منك ده؟ انت تعملي مهتمه فجاه؟ ده حتى بابا اللي مش عايش معايا بيكلمني اكتر مما بشوفك. ما تبص بقى. بتوه وبتشتت وانا قررت ان هقفل على الموضوع ده تماما. يا حبي يا عبيطه. سالو باريس. انا ما تقدرش تقرر انت تحب وما تقدرش تقرر انت ما تحبش حتى لو ده هيوجعها. يلا يلا. ممكن بس بعد اذنكم ما نوريش جنان العيله كله في 10 دقايق؟ يا سلام، واللي يعمل حمام زي ده يبقى هو العاقل يعني. اه تصدقي فعلا عندك حق.